صباح الخير يا مغرب، مرحبا بكم معنا فين ما كنتوا على شاده فام. حنا معكم حتى ل 9 ديال الصباح بحال كل صباح من اثنين للجمعه. كنرافقوكم محطات اخباريه، فقرات منوعه، حوارات ونقاش مفتوح. كنقدموا لكم ابرز ما خصكم تعرفوه في المغرب بحال كل صباح من دابا 10 ديال الدقائق موجز الاخبار. هذه 57 دقيقه معكم على شاده فام. نقاش مفتوح من دابا نصف ساعه من قلب المعيش اليومي المغربي بجراه وبحريه، بموضوعيه ومسؤوليه. هذا الصباح غادي نناقشوا معكم ونشوفوا رايكم في الازمه المستممه ديال كليات الطب والصيدلة من يناير اللي فات وحتى من ديسمبر اللي فات مازالين في إضراب. دخل على الخط وسيط المملكة هذه جوج الأسابيع، عطاهم مقترحات للتسوية. الطلبة اعتبروها ما كتحملش الجديد وكتكرس ما جاء به وزير التعليم العالي والحكومة، خصوصا فيما يتعلق بتقليل ديال 7 سنوات لست سنوات ومجموعة من التغييرات الأخرى اللي ما قبلوهاش. وعملوا تصويت وطني البارح على الوساطة أو المقترحات المحضر اللي قدموا لهم وسيط المملكة، وكانت نسبة الرفض ديالو 80%. وبالتالي غيستمر الإضراب وتستمر مقاطعة الامتحانات والدراسة في كليات الطب. شنو رأيكم فهاد الشيء اللي غادي بحال هكا، وفين غادين، وكيفاش ممكن تحل هاد الازمه هذه الان، سواء كنتوا من الطلبه، من الاسر ديال الطلبه، من متخصصين في المجال، ولا مسؤولين، ولا متتبعين وراي عام. مرحبا بكم معنا من دابا اقل من نصف ساعه على رقمنا 05 22 36 05 36 في نقاش مفتوح على شاده فهم. طوندونس ويب كل صباح مراد كيجيب لنا شنو اللي خالق الحدث والجدل في مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وخارج المغرب. مراد صباح الخير. صباح الخير كريم. نمشيو طوندونس ويب. طوندونس ويب. طوندونس ويب. طوندونس ويب. كيفاش غادي؟ طوندونس ويب. غادي نبداو من نهار السبت. وانت جاي. السبت. حنا نهار السبت ما علينا ما بينا، كنا اصلا في طوندونس ويب واحد اخر. حتى خرجت لنا واحد التدوينه ديال 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 حكيم زياش على مواقع التواصل الاجتماعي اللي فيها اللعنة على إسرائيل وعلى كل الدول التي تدعم العدوان الإسرائيلي. هذه الأولى. هذه الأولى. بداو الناس كيبارطاجيو البوست، شنو كيفاش، شي كيقول واش بصح، شي ما كيقول واش بصح، شي بدا تيمشي كيقلب في لاباج انستغرام ولا الكونت انستغرام ديال كونت حقيقي ديال زياش هذاك كونت حقيقي. بعض اللحظات كيرجع عاوتاني كيحط لكم بوست واحد آخر، يعني لما تيقتلوش هذاك الشيء اللي قلت قبيله راه نعاود نقول للتأكيد والتدقيق. اليوم بخصوص آخر منشور، قصدت أيضا حكومة بلدي المغرب التي تدعم الإبادة الجماعية وجميع باقي الدول التي تدعمها، عار عليكم، هذا يكفي. لإخواني وأخواتي في المغرب وباقي دول العالم، أبقوا أصواتكم عالية قدر الإمكان، أنا معكم جميعا. بوم اشتعلت مواقع التواصل والميديا. تما بداو لي بوست، بداو هل ولا يعني نقاسمو، هل ولا مع الزياش، هل ولا ماشي مع الزياش، كيقول لي انت في الرياضه اش قربك للسياسه، شكون كاين اللي كيدافع، كيقول لك كيقول لي راه حنا كدوله ماشي ما مدعمينش، يعني حنا ماشي مع هاد الاباده الجماعيه. شي ولا تيمشي مشى داك السياق ديال لا راه حنا مطبعين، ولا واحد الجدال كبير. خلقوا زياش كما نقطة أساسية يجب الاتفاق عليها، سواء اتفقنا ولا اختلفنا مع زياش وكلام زياش، يحسب لزياش أنه خلق نقاش عمومي صحي وجدي حول القضية الفلسطينية، وألقى الضوء على ما يعانيه الشعب الفلسطيني منذ ما يقارب سنة الآن من العدوان الإسرائيلي الغاشم. هذه نقطة لا نقاش فيها، وهذا نقاش مفتوح. هذا هو اللي تنقولوا أنك مؤثر، يعني ملي كتحكى غير بوست واحد راه كتقدر تبدل بزاف ديال الحويجات. غادي نسمعوا لواحد من 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 التعاليق اللي كانوا على 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 المنشور ديال حكيم زياش، اللي هو ديال سامي دغيلان، اللي حتى هو مني خرج بداك التعليق ديالو، حتى هو لقى تفاعل ولقى انتقادات، ولقى كاينين اللي مشاو معاه وكاينين الناس اللي كانوا ضده. نسمعوا شنو قال ونرجع. فيما يخص زياش، انا زياش يقدر يقول اللي بغى، وحنا كاملين عندنا نفس الراي، وكاملين ما مستحملينش الظلم اللي كيتعرضوا ليه الفلسطينيين. ولكن باش تقول دعم عنده شروط، الدعم خاص يكونوا فيه امدادات، يعني خاص يكون هناك دعم نفسي، ولا دفاع على الكيان في الامم المتحده، ولا دعم مالي، ولا دعم بالسلاح. حتى شي حاجه من هادشي ما كاين. نتكلموا على خنوع، نتكلموا على تكاسل، نتكلموا على موقف سلبي. ملي كنتكلموا على الحكومه المغربيه، اما الملك فهو رئيس لجنه القدس، والمساعدات راه وصلوا للناس اللي في غزه. نقدروا نتكلموا على تكاسل، نقدروا نتكلموا على سلبيه،
ولكن انا نتحدى زياش وغيره من الناس اللي كيهضروا فين هي الدوله العربيه هذه اللي مشات مثلا تحارب مع فلسطين ولا عطات امدادات ديال السلاح للفلسطينيين؟ حتى شي واحد. كلنا في الهوى سوا والقوي يحكم. والان من غير الله سبحانه وتعالى جيوستراتيجيا الاقوياء راهم دايرين ما بغاو في العالم. ولكن باش يخرج لاعب المنتخب الوطني تنعرفوا بعدا واش هو اللي كتب ولا كنت هاكر انك اللي كيقول لكم كنت هاكر ما نظنش. ولكن اذا كان هو اللي كتب فاللي خاصو يفهم هو ان الدعم عنده شروط وباين شنو هو الدعم وباين شنو هو التخاذل ولا ضعف الموقف. هذا كان سامي دغيلان تعليق ديال سامي دغيلان اللي قلنا انه زعما حتى هو كاينين الناس اللي يدوه وكاينين الناس اللي كانوا ضدو. خصوصا ملي قال لك الدوله العربيه بزاف ديال الناس بداو يقولوا ليه اليمن والحوثيين والى اخره الى اخره. وتعليقات كثيره في الموضوع. نعم عارفين حنا ان حكيم زياش يعني نعم انت شنو بالك؟ انا ماشي مع التطبيع. لا شنو بالك في كلام زياش؟ انا نقدر نايدو غير كيفاش غادي الكتابه ديالك البوست اللي نقدر اللي كيفاش كتبوا اللي غادي يقدر يكون فيه نقاش. كما قال صامي دعيلان غيلان يعني اننا نقولوا ما غاديش نقول اننا مع ان راه الحكومه المغربيه راه مع الاباده. حيت ملي كنجيو كنلقاو التصويت ديال المغرب كنلقاو انه راه باغي الوقف ديال الحرب باغي تفك هاد المشكل باغي ان الدوله تكون عند الدوله الفلسطينيه تكون يكون عندها واحد يعني يكون معترف بها دوليا. ماشي انا كنقول انا مع اسرائيل وحنا مع اسرائيل. خصوصا ان المغرب كاملين عارفين العدد ديال المظاهرات اللي ديجا كنا هضرنا عليها فات 5000 مظاهره من 7 اكتوبر حتى الاول ديال شهر 9. دونك راه الشعب المغربي باين كيفاش داير داين التوجه ديالو باين كيفاش شنو التوجه ديالو في القضيه. هو تكلم على الحكومه وحدد انه ما غاش اقصد ايضا بلدي المغرب ولا اقصد المغرب بشكل عام وقال الحكومه المغربيه لان هي اللي كتمثل الموقف السياسي. وشوف في المجمل نقطه اولى اساسيه تصريح اولى الخرجه الاعلاميه لحكيم زياش ايجابيه لانها نجحت في خلق نقاش عمومي وتسليط الضوء على القضيه الفلسطينيه وما يعاني الشعب الفلسطيني من اضطهاد وقمع وتقتيل من قبل العدوان الاسرائيلي منذ اشهر طويله والعالم يتفرج. في المجمل ما قاله حكيم زياش سليم جدا سواء عن الدول العربية ولا على المغرب وما قاله زياش يسائلنا جميعا في نهاية المطاف. مسألة الدعم ربما هو لما يقول هو يعتبر هذاك الحياد السلبي ولا الصمت هو في حد ذاته دعم. هو يعتبر أنك لما تبقي على العلاقات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية مع الكيان الإسرائيلي ولا مع الدولة الإسرائيلية هو فيه دعم لإسرائيل. هو موقف محرج والوضع كله محرج لنا جميعا في المغرب تحديدا. خلينا من الدول العربية لكل دولة سياقاتها وما يتحكم فيها، لكن في المغرب هو وضع وواقع محرج جدا لأنه قبل سنتين المغرب وقع الاتفاق الثلاثي المغرب إسرائيل وأمريكا واللي على ضوء أمريكا اعترفت بمغربية الصحراء ونالت دعم إسرائيل أيضا في هذه القضية. والمغرب أعاد علاقات دبلوماسية وسياسية من خلال قنوات متفرقة مع إسرائيل لم ترقى إلى درجة التطبيع، لكن في نهاية المطاف هو تطبيع للعلاقات لأنه لم تكن في القطيع. لكن ما يجب التسطير عليه اليوم أنه شروط تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل أو فتح العلاقات أو عودة العلاقات سميها كما تشاء بين المغرب وإسرائيل اللي كانت من هذه سنتين انتفت اليوم. لأن حينها في بلاغ الديوان الملكي وفي موقف الحكومة المغربية التي كان يرأسها حينها سعد الدين العثماني والقرار هذا يلزم الحكومة المغربية وذلك أيضا باستمرارية، يعني حتى حكومة عزيز أخنوش ملزمة به لأنه قرار حكومة وإلا إلى ما عجبهاش ممكن تخرج منه وتصوت ضده وتنسحب منه، فهو قرار حكومة كمؤسسة تستمر. الشروط التي بني عليها هذا القرار بعودة العلاقات المغربية الإسرائيلية انتفت وأصبح المغرب اليوم أخلاقيا وسياسيا ودبلوماسيا في حل من هذا سواء تطبيع ولا توطيد العلاقات ولا سميه ما تشاء، لأن إسرائيل لم تلتزم بمسلسل السلام الذي سهر عليه المغرب والذي
تحدث عنه بلاغ الديوان الملكي ولا الحكومة المغربية ولا حتى في الدينامية ككل من خلال هذا الاتفاق الثلاثي، لأن المغرب اعتبر نفسه سيكون وسيط إيجابي في إيجاد حل للأزمة وهذا الملف في فلسطين، وأن يدفع في إطار حل الدولتين. لما تعود الحرب ويعود هذا العدوان، وهو عدوان معلن ومكشوف وموثق ومعترف به حتى من هيئة الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية ليست فقط العربية، فالمغرب في حل منه. اليوم هل سوف نملك ونمتلك الجرأة السياسية للجهر بذلك والإعلان عنه؟ هذه الله أعلم، لكن عمليا في الميدان هناك تجميد للعلاقات السياسية والدبلوماسية وحتى الاقتصادية مع الفاعلين الإسرائيليين في المغرب، لأنه أصبحت محرجة للدولة ككل والدولة بمختلف مؤسساتها وبشعبها أيضا. لكن هل ستصل إلى درجة تحلي بالجرأة والشجاعة لإعلان هذا الموقف السياسي أم لا؟ الله أعلم. الكرة في نهاية المطاف الآن في ملعب الحكومة المغربية، لأنها هي الممثلة للسلطة التنفيذية ولإرادة الشعب المغربي. خصوصا كريم يعني إحنا قلتي قبيلة أن كانت ديك الاتفاقية الثلاثية ما بين المغرب أمريكا وإسرائيل، ومن بعد هذا الشيء كامل باقي دوك الاستفزازات ديال 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 الكيان الصهيوني. باقي كتشوف انه في الخرجات الاعلاميه ديالهم كتلقى كيدير الخريطه ديال المغرب مقطوعه، باقي بزاف ديال الحوايج. شوف هو لعب على حبله، هو ما غاديش تتفق انت مع واحد اللي اصلا ما شادش معك طريق وحده. ماشي استفزاز، هو بحال تهديد، يقول لك انا ما في اي لحظه ممكن انا نقلب عليك. وهذه حقيقه خاصنا حتى في الراي العام المغربي نعرفوها، انه اليوم اسرائيل قوه عظمى. إن لم تكن القوة العظمى رقم واحد في العالم، تتحكم في أمريكا، تتحكم في اللوبيات الأوروبية ولها امتدادات في إفريقيا وفي العالم العربي ككل وفي آسيا. وإسرائيل لوحدها بقوتها الاقتصادية والعسكرية والجيوستراتيجية قادرة على قلب موازين القوى في العالم كامل، وأنك لما تجاهر بالعداء لإسرائيل هكا بشكل مباشر تعرف أنه ستدفع ثمنها وسيكون لك ضريبة تدفعها، لأنه لا تواجه إسرائيل وحدها ولكن لوبيات اقتصادية وجيوستراتيجية في العالم كله. وبالتالي المغرب تحلى بحكمة كبيرة في الاتفاق الثلاثي. كان يأمل أكيد أنه نية المغرب لم تكون أنه أجي نعطي شرعية ولا غطاء لإسرائيل أنه يعتدي على الفلسطينيين، بالعكس أنه نمارس دور وساطة محترم. والدليل أنه لما عزلت غزة كانت أول المساعدات الإنسانية والغذائية التي سمح لها بالدخول والتي وصلت للفلسطينيين كانت مساعدات مغربية بأمر من الملك محمد السادس وبالقوات المسلحة الملكية. أنه الإغاثة المغربية موجودة، أنه الدولة اللي عندها مصداقية وقدرة على الإقناع المغرب. لكن في نهاية المطاف إسرائيل غول اليوم ودولة قوية، والتعامل معها ماشي بالسهل. لهذا ما نقول انه ما قاله حكيم زياش في المجمل يبقى ايجابيا، لانه ان لم ينجح في شيء فعلى الاقل نجح في تحريك النقاش العمومي وطنيا ودوليا حول القضية الفلسطينية.